السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبر وان التعليمية. اليوم لدينا اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي. سأترك لكم هذا النموذج جاهز للطباعة في صندوق الوصف على شكل صور وعلى شكل PDF. إذا نبدأ بالتمرين الأول، قال إليك العدد الآتي. إذا قلنا نقسم الأرقام إلى ثلاث أرقام ثم فراغ، ثم ثلاث أرقام ثم فراغ. إذا نقرأ هنا مرتبة قلنا الملايين، ثم مرتبة الآلاف، ثم منزلة الوحدات البسيطة. إذا نقول 4,250,341. إذا قال اكتبه بالحروف، ثم قال حدد رقم الآلاف وعدد المئات. إذا فرق ما بين رقم وما بين عدد. ثم قال احصره بين عشرتين متتاليتين. إذا نكتبه بالحروف. إذا قلنا نقرأ العدد على اليسار، هنا 4 منزلة الملايين، إذا نقول 4 مليون، أو نقول 4 ملايين و251,341. ثم قال حدد رقم الآلاف. قلنا الرقم هو رقم واحد فقط. عندما نقول رقم الآلاف، إذن هذا هو رقم الآلاف. الرقم هو رقم واحد يمثل المرتبة. عندما نقول رقم الآلاف معناه وحدات الآلاف. عندما نقول رقم عشرات الآلاف معناه رقم عشرات الآلاف. إذن هنا قال رقم الآلاف هو صفر، إذن نكتب رقم الآلاف هو صفر. إذن رقم الآلاف نكتب رقم الآلاف هو صفر. قال عدد المئات. عندما نقول العدد معناه نغطي المراتب الأقل من المئات. إذا نغطي الوحدات ونغطي العشرات. إذا طلب منا عدد المئات، إذا نغطي الوحدات ونغطي العشرات. إذا تتبقى لدينا 42,503. إذا 42,503 مفهوم. إذا عدد المئات هو 42,503، ورقم الآلاف هو صفر. ثم قال احصره بين عشرتين متتاليتين. إذا نكتب الرقم في الوسط وهو 4,250,341. قال احصره بين عشرتين متتاليتين. إذا نبحث عن العشرات، إذا العشرات هي 4، إذا نضع دائرة على 4، نكتبها في العدد الأصغر كما هي، والمراتب الأقل نضعها صفر. في الجهة المقابلة نضيف لهذا العدد الموجود في الدائرة، نضيف له رقم، إذا تصبح 5، والمراتب الأقل نضيف أصفار. والمراتب الأخرى أو الأعداد الأكبر من هذه المرتبة نكتبها كما هي. إذا هنا 3 ثم 0 ثم 5 ثم 2 ثم 4. إذا 4,250,340، وهنا 4,250,350 مفهوم. الآن مع التمرين الثاني، قال وضع التلاميذ كتبهم في علب أرشيف عددها 32 علبة. إذا كان عدد الكتب في كل علبة 12 كتابا، ما هو العدد الكلي للكتب؟ إذا قلنا لدينا الكتب أو علب الأرشيف، إذا علب للأرشيف عددها كم؟ عددها 12 أو 32 علبة. في كل علبة نجد 12 كتابا، 12 كتابا، 12 كتابا. إذا قال ما هو مجموع كل الكتب أو العدد الكلي للكتب؟ إذا الكتب 12 في كل علبة تكررت 32 مرة،
إذن عملية الضرب 12 في 32. إذن نكتب هنا الحل. هنا لدينا العمليات وهنا لدينا الجواب. قلنا عملية الضرب هي 32 في 12 كتابا. إذن 32 في 12. إذن 2 في 2 تساوي 4، 2 في 3 تساوي 6. الآن ننتقل إلى العشرات، لكن قبل هذا نضع نقطة هنا. إذن 1 في 2 تساوي 2، 1 في 3 تساوي 3. إذن نضع عملية الجمع، 4 زائد نقطة تساوي 4، 6 زائد 2 تساوي 8، 3 زائد 0 تساوي 3. إذن النتيجة وهي 384. إذا نكتب عدد كل الكتب، عدد كل الكتب هو 384 كتابا. مفهوم؟ الآن مع التمرين الثالث، قال ارسم قطعة مستقيمة AB طولها 6 سنتيمتر. إذا نرسم قطعة مستقيمة طولها 6 سنتيمتر. إذا رسمنا قطعة AB طولها 6 سنتيمتر. قال عين النقطة O منتصف هذه القطعة. إذا نعين منتصف هذه القطعة. إذا طول القطعة 6 سنتيمتر، المنتصف هو 3. إذا هنا قال النقطة O. إذا هذه تسمى النقطة O. ثم قال ارسم مستقيم C يعامد القطعة، يعامد القطعة AB. إذا قال ارسم مستقيم C يعامد القطعة AB في النقطة O. إذا يعامد معناه نديرو كوس ونديرو زاوية قائمة، ويعامد القطعة لكن يشمل النقطة O. يعني بهذا الشكل نرسم مستقيم يعامد القطعة AB ويشمل النقطة O. إذا هذا يسمى المستقيم C. المستقيم C. ثم قال عين نقطة M من المستقيم C تبعد عن النقطة O باثنان سنتيمتر. إذا قال عين نقطة من هذا المستقيم C تبعد عن النقطة O باثنان سنتيمتر. إذا نعينها من هذه الجهة أو من هذه الجهة. إذا تبعد عن النقطة O باثنان سنتيمتر. إذا هنا النقطة M. إذا هذه النقطة M. ثم قال ارسم مستقيم D يوازي القطعة AB، يوازي القطعة AB ويشمل النقطة O. إذا يمر على نقطة O لكنه يوازي AB. ما معنى يوازي؟ معناه يصنع شريطا عرضه ثابت. إذا عندما نقول يوازي معناه يعامد هذا المستقيم، أو نقوم بحساب هنا 2 سنتيمتر. إذا أيضا من هنا الشريط هو 2 سنتيمتر، وأيضا من هنا 2 سنتيمتر. مفهوم؟ إذا هنا نضع 2 سنتيمتر لكن شرط أن يكون التعامد. إذا 2 سنتيمتر هنا أيضا يجب أن يكون 2 سنتيمتر. ثم نرسم المستقيم D يوازي القطعة AB ويشمل النقطة M. إذن هذا هو المستقيم D. إذا رسمنا مستقيم C أو عفوا رسمنا القطعة AB وعيننا منتصف هذه القطعة وهي النقطة O، ثم رسمنا مستقيم يعامد القطعة AB في النقطة O، ثم عيننا آم نقطة من هذا المستقيم تبعد عن النقطة O باثنان سنتيمتر، ثم رسمنا مستقيم D يشمل نقطة آم ويوازي القطعة AB.
الآن مع الوضعية الإدماجية، قال: اشترى صاحب مطعم 45 كيلوغرام من البطاطا ب85 دينارا للكيلوغرام الواحد، وصندوقا من الطماطم ب1840 دينارا. قال: احسب ثمن البطاطا. إذن صاحب المطعم اشترى 45 كيلوغرام، إذن 45 كيلوغرام من البطاطا ب85 للكيلوغرام الواحد، معنى 85 تكررت 45 مرة، لأن لكل واحد كيلوغرام ثمنه 85 دينارا. إذا 85 دينارا تكررت 45 مرة، إذا لحساب ثمن البطاطا يجب أن نقوم بضرب ثمن الكيلوغرام الواحد في عدد الكيلوغرامات. إذا نكتب هنا الحل. هنا لدينا العمليات وهنا لدينا الجواب. إذا نضع خط بهذا الشكل. إذا قلنا لحساب ثمن البطاطا نضرب 85 ثمن الكيلوغرام الواحد في عدد الكيلوغرامات وهو 45 كيلوغرام. إذا لدينا 85 في 45، إذا 5 في 5 هي 25، 5 في 8 40 زائد 2 42. الآن لننتقل إلى العشرات، نضع نقطة في الوحدات ونبدأ من العشرات لأننا سنضرب العشرات ونقوم بتشطيب على الاحتفاظ. 4 في 5 تساوي 20، إذا نكتب 0 ونحتفظ بالإثنان. 4 في 8 تساوي 32 زائد 2 تساوي 34. الآن نضع عملية الجمع. إذا هنا 5، 2 زائد 0 تساوي 2، 4 زائد 4 تساوي 8، 3 زائد لا شيء تساوي 3. إذا النتيجة هي 3825، 3825. إذا نكتب ثمن البطاطا هو 3825 دينارا. الآن نضع خط لنفصل بين العمليات. إذا قال احسب ثمن المشتريات. إذا ثمن المشتريات هو ثمن البطاطا، إذا 3825 دينارا زائد، قال وصندوقا كاملا من البطاطا من الطماطم ب1800. إذا ثمن البطاطا زائد ثمن الطماطم 1840 دينارا، هذا هو ثمن المشتريات. إذا 3825 دينارا زائد 1840. إذا 0 زائد 5 زائد 0 تساوي 5، 2 زائد 4 تساوي 6، 8 زائد 8 تساوي 16، 4 زائد 1 تساوي 5. إذا النتيجة هي 5665 دينارا. نكتب ثمن المشتريات هو 5665 دينارا. أيضا نضع خط لنفصل بين العمليات. ثم قال أعطى صاحب المطعم للتاجر مبلغ 6000 دينار، كم يعيد له التاجر؟ إذا صاحب المطعم أعطى للتاجر مبلغ 6000، ماذا سيأخذ التاجر؟ سيأخذ التاجر ثمن المشتريات وهو 5665 دينارا. إذا 6000 ناقص هذا المبلغ هو النتيجة، هي التي سيعيدها التاجر لصاحب المطعم. إذا 6000 ناقص 5665 دينارا. إذا 6000 ناقص 5665 دينارا. إذا 0 ناقص 5 لا نستطيع، إذا نضيف 10 ونعيدها في الأسفل في العدد الموالي. إذا 10 ناقص 5 تساوي 5،
صفر ناقص سبعة لا نستطيع إذن نضيف عشرة ونعيدها في الأسفل في العدد الموالي. عشرة ناقص سبعة تساوي ثلاثة. صفر ناقص سبعة لا نستطيع إذن نضيف عشرة ونعيدها في الأسفل في العدد الموالي. عشرة ناقص سبعة تساوي ثلاثة. ستة ناقص ستة تساوي صفر. إذن النتيجة هي 335 دينارا. إذن نكتب يعيد التاجر لصاحب المطعم، أو نكتب يعيد له التاجر، يعيد التاجر لصاحب المطعم 335 دينارا. مفهوم؟ إذن إلى هنا يكون خلص معنا الفيديو تاعنا لنهار اليوم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.